يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الأثر الذي روي عن مجاهد رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مجاهد: يجلسه على العرش، هل هذا الأثر يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة في معنى المقام المحمود وهو الشفاعة؟ كلهم المقام المحمود يفسر بهذا وهذا، ما دام ثبت الدليل بهذا وهذا فيفسر بأنه الشفاعة وأنه الإجلاس معه على العرش. نعم، لا تنافي بينهما، وهذا ذكره ابن القيم في النونية، قضية الإجلاس على العرش ذكرها في النونية وأثبتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ابن جرير ذكرها وأثبتها. نعم.